اكبر فريق في افريقيا احنا عارفين. احنا متاكدين على فكره، مش احنا متاكدين ده الارقام، بلاش احنا متاكدين عشان الناس تقعد تقول لك اصل انتوا كذا وانتوا كذا. طيب ما دي الارقام بتقول كده ان ده اكبر فريق في افريقيا. اقعد انت نايم فينا، هو حسسنا ان احنا خدنا البطوله. اه ملوش يعني عارف حد. اللي هو كابتن يعني شريف قال لي عايش هنا ولا ايه الراجل ده؟ مدينا مراحل سريع كده. أيوه. سريع بتاع. وانت كمان احسن فرق احنا لعبناها. انت عملت 5-0 وانت ما تضحكش عليا تقول لي 0-0 و50-50. احنا عندنا معركه معاك بكره ترد. فرقه قويه وصعبه تلعب. انت من اكبر فرق وانت شكلا فرقه بطوله، يعني احنا ان شاء الله نكسبك بكره لرد الاعتبار وكده 3-4-5 نعديك وتبقى نحن نكسبك زي ما دايما تكون السماء مفتوحه. السماء 50-50 للفرقتين، مش هتنيمنا احنا. وبعدين بلغه الكوره هتبان. اقدر اقول لك لما تبدا المباراه اقدر اقول لك المباراه رايحه لمين. يعني هو واضح انه مدرب ذكي ذكي جدا وبيتعامل نفسيا بشكل كبير جدا. لا وبعدين عايز اقول حاجه كابتن ماهر، كمان الاسئله اللي بتتقال لاساسجه من عندنا بصراحه من الجانب بتاعنا، يعني معلش في النادي الاهلي يعني هتكلم على ولا نقط ضعف النادي الاهلي اللي قابلتها. أيوة. معقول يعني هيقول نقط الضعف بتاع النادي الاهلي عشان اعالجها ثاني يوم يعني. بس هو منطقي بدك يا اسلام انه قال اقدر اقول لك لا كل واحد من حقه يا كابتن برضه. ما هو من حقه، من حقه يمكن عايز يعمل حاجه عشان خاطر النادي الاهلي. الراجل اصل الراجل ده مش عايز اي حد يساله. احنا ممكن نتكلم على الراجل لكن مش اي حد يساله لكن السؤال اللي بيتسال خلي بال حضرتك ممكن يكون واحد اهلاوي بيساله مثلا وعايز ان يستشف منه حاجه. ما هو لكن طلع منه حاجه. بس هو ذكي جدا الراجل ده. انا عاجبني بصراحه، انا بصراحه كمدرب عاجبني جدا يعني. ما يعني صفرش صفرته غير بعد ما له سنتين يا اسلام معاهم، بيوصل معاهم للنهايات بهذا الشكل. ومع فرقه مساعده. لا ده له سبع سنين مع الفريق يعني مع الفريق. وبعدين واضح قوي انه حفظ الفرقه بشكل، وهم حفظوا فكره. واضح من كلامه ان هو نفسيا بيعرف يتعامل مع الخصم بشكل كبير في المؤتمر. واضح قوي هو يعني يمكن كمان اشاب النادي الاهلي في بدايه كلامه، قال ان المباراه 50-50. انا عايز اكسب طبعا، مدرب النادي الاهلي عايز يكسب، لكن قال لك جمله جميله جدا. قال لك من خلال بقى محتويات المباراه مع انطلاقه المباراه اقدر اقول لك هنعرف احنا رايحين لفين. انا اقدر اقول لحضرتك عارف امتى بعد ما الماتش يخلص. بعد ما تصفر. انا عايز اقول لك على حاجه. هو قبل ما لعبنا كان بيلعب ماتش وطلع 0-0 متهيألي او عادل في المباراه مش كده؟ مع اورلاندو بايرتس. مع اورلاندو يعني اورلاندو كمان كان افضل بكتير. الفرقه دي زي ما انا قلت لك دي مباراه استثنائيه ان هو يبقى بهذا الشكل. ده لو كان كسب 2-0 كان هيبقى سعيد جدا وهيتكلم نفس ده. بس انا عايز اقول لك هو برضه في ميزه يعني، واكيد دي اللي واصله للعيبه بتاعته، الهدوء. طبعا هادي جدا جدا ومخلي اللعيبه طبعا بينقل الهدوء ده طبعا في المحاضره او من هو واقف على الخط للعيبه بتاعته، بدليل ان هم هناك نازلين برضه بيلعبوا النادي الاهلي لسه من البدايه وبيلعبوا كوره وهاديين خالص وبينقل لغايه اخر لحظه. ده بيضيع وقت يعني. يعني هو معاه كوره بكره بيضيع بيها وقت اكتر وقت بيعدي اسلاب ان هو قال للعيبه انا عايز جول. يعني دي برضك نقطه مهمه جدا. هو ده اللي حل فنيا يعني بعض. عشان كده احنا دايما بيعرفوا يخرجوا لعيبتهم من الاسترس والضغط اللي وقع عليهم. يعني ده ممكن يكون قال لهم احنا يعني بنتخيل سيناريوهات بالنسبه له، هو يقول لهم تقلقش لو جه فيك جون ولا اثنين وثلاثه العب على الجون. بالظبط كده يعني. بص ازاي العب على الجون، معاك فرصه 90 دقيقه بالزبط. انك تحرز هدف لان وضع طبيعي ان الاهلي في وسط الجمهور الكبير ده ينزل يا اسلام في وسط الجمهور الكبير ده على ارضه. عملت سيناريو تخيلي يعني بس مش هقوله. يا عم قوله. لا مش هقوله. ارفع معنا.